النهاردة هنعمل تشوكليت شيبس موفن أو موفن الشوكولاتة، وهنعرف ازاي نعمله ويكون يعني هش ويكون طري ويكون غرقان شوكولاتة بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده. أول حاجة في المقادير بتاعه هيبقى بيضتين وفانيليا وكوباية سكر كاملة ونص كوباية زيت بس. هو اصلا الفرق بين المافن والكب كيك ان هو مش بيحتاج ان المافن مش بيحتاج بيض كتير، وان قوام المافن نفسه بيبقى تقيل شويه عن الكب كيك، ومش بنحط فيه كمان بيكنج باودر يعني كتير زي الكب كيك. هضرب البيض مع السكر والزيت كويس، وبعد كده هجيب كوبايه لبن كامله هحط عليها معلقه خل عشان انا عايزاه يروب او يتكتل كده زي اللبن الرايب عشان المافنز نفسه يكون طري. هحط على الخليط بتاع البيض واللبن معلقه نسكافيه واحده بس، بتعزز طعم الشوكولاته شويه، وبعد كده هيكون احس ان اللبن يعني اللي انا حطيت عليه الخل راب، فهحط كوبايه اللبن كمان وهضربهم كل حاجه اضربهم بالمضرب اليد، وهي وصفه سهله اصلا مش بتحتاج كهرباء ولا حاجه. بعد كده هكون مجهزه نص كوبايه كاكاو، بس عشان الكاكاو اللي عندي ده خام ودارك انا حطيت اقل من نص شويه عشان ما يبقاش يعني تقيل. وبعد كده هكون نخله كوبايتين دقيق ومعلقه كبيره بيكنج باودر بس، انا مش هحط الكيس كله، يعني هو لو كب كيك كنت حطيت الكيس كله، انما انا هاخد بس معلقه بيكنج باودر، او لو ما فيش موجود هيبقى بيكنج صودا تبقى افضل كمان. انا هقلب بعد كده الخليط كله بالمعلقه يا دوب بس كده من تحت لفوق لحد ما احس ان الدقيق كله اختفى، بس يا دوب اقلب بس كده تقلبتين لحد ما الدقيق ما عادش يظهر. بعد كده بقى هو بيتعمل بشوكولاته شيبس، بس انا بفضل في المافنز يعني شوكولاته واقطعها كمان، يعني بار شوكولاته كده هقطعه كمان قطع تكون كبيره عن الكب كيك علشان احس بطعم الشوكولاته فيه زياده. فهقطع بار الشوكولاته كله اللي هو بتاع المطبخ، اي نوع مطبخ بس يكون طعمه حلو او نظيف. هقطع البار كله، هحطه تقريبا يعني اكتر من نصه بشويه على خليط المافنز ده اللي هو الخليط بتاع المافن نفسه اللي هو ني، والباقي هحطه على وش المافنز في الاخر. هعبي بقى الصينيه بالورق الكب كيك، وبعد كده هحط فيها المافنز، بس انا بزود يعني مقدار المافن عن الكب كيك، ده كمان فرق عنهم. الكب كيك مثلا بحط تقريبا نص الورق بس او اكتر من نص شويه، لا هنا انا تقريبا ببقى مقربه على اخر الورق، هو المافنز كده، لان اصلا قوامه في الاخر كمان بيكون تخين مش زي الكب كيك خالص. هحط كمان على الوش كام قطعه شوكولاته وهدخله الفرن على درجه حراره 180، هيقعد اكتر حاجه هيقعد 25 دقيقه، مش هيقعد اكتر من كده. هو طالع فظيع جدا وطري وهش ومليان شوكولاته، عايزاكم تجربوه وتقولوا لي رايكم فيه.